اخر حاجه قبل ما اطلع اشوف الاخبار اللي عندنا النهارده، بعد خروج منتخبنا الوطني طلع علينا 2-3 من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، معروفين 2-3 دايما تلاقيهم بيطقوا حنك اسمها ولا بايه، بيتكلموا خلاص، بيتكلموا خلاص، هم عارفين ان جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليهم، بيتفرج عليهم، بيتفرج عليهم ليه؟ يعني انا كجمهور النادي الاهلي ساعات بعمل ايه، جاي فاتح اليوتيوب كده واقول فلان الفلاني اللي انا عارفه وحضراتكم عارفينه، وعلان العلاني اللي انا عارفه وحضراتكم عارفينه، نفتح اليوتيوب كده ونشوف نقول ايه، عايزين نضحك قبل ما ينام، قبل ما الواحد بينام بيبقى عايز يضحك، فيقعد يقول لك ايه، مين الناس اللي بتضحكني؟ فلان الفلاني، هاته، اقعد اضحك قبل ما انام، الواحد بيبقى طول النهار في شغل ووجع دماغ فعايز يضحك، فيجيب الناس دي يضحك عليها وعلى الفيديوهات بتاعتها، ليه واحد يقول لك ايه وبيقسم بالله النادي الاهلي هو اللي مبوظ الكوره في مصر. طب يعني معلش، هل ده مش كلام يضحك؟ النادي الاهلي ثالث العالم، النادي الاهلي اللي بيصل دائما لنهائيات البطوله الافريقيه، مش هقول لك بياخدها، احنا خدناها 11 مره بس، ما خدنا يعني لسه الباقي كمان ان شاء الله. النادي الاهلي اللي واخد الدوري 43 مره. النادي الاهلي اللي واخد او مستحوذ على كل بطولات السله في الفتره الاخيره. النادي الاهلي اللي مستحوذ على كل بطولات الهاندبول في الفتره الاخيره، اللي مستحوذ على الطايره السله، كل حاجه. النادي الاهلي افضل منظومه رياضيه في مصر. النادي الاهلي المثال الحي لنجاح الاداري في الرياضه المصريه، يبقى هو اللي مبوظ مصر يا راجل، يا 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 مضحكاتي. كلام لا يصح. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي المفروض تديله احترامه. انا متاكد ان اللي زيك يعني ما يفرقش، او انا مش متاكد، ما يفرقش معايا اللي زيك، ولكن طريقه كلامك يا جماعه، في ناس بتتفرج، في ناس عقلها يوديها ان هي تضحك. انا متاكد ان كل جمهور النادي الاهلي لما يحب يضحك عليك يجيبك عشان يضحك، فبيجيب الناس دي، هم الاثنين الثلاثه اللي بيتكلموا، هم معروفين بالمناسبه، فيجيب وانا اقعد، انا واحد من الناس دي، اقعد اضحك والله، اقول يا ابني ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الضحك ده، كلام حلو جدا بنسمعه كله ضحك. لكن ان تصل الى درجه ان انت تقول ان النادي الاهلي هو اللي مبوظ كره القدم في مصر، عيب. هذا الكلام هو كلام غير صحيح، عيب عليك الكلام اللي انت بتقوله. مره تانية على فكره، هو مش المضحكاتي الاولاني او المضحكاتي اللي بيضحكنا على طول، ده واحد مضحكاتي جديد طالع في المقدر. يعني انا ما بحبش اتكلم بالاسماء، ولكن هيجي يوم ونتكلم مع هؤلاء الناس بالاسماء. لكن احنا دايما عشان عندنا احترامنا، وعشان شعار النادي الاهلي اللي موجود على اعلى الشاشه، دايما بيبقى عندنا احترام وادب، وبنتكلم باخلاق النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي. فخليكم اتكلموا، هنفضل نضحك عليكم، هنفضل نضحك عليكم. النادي الاهلي الافضل والاجمل والاحسن والافضل منظومه رياضيه في مصر، مش كلامي ده، كلام كل الناس الحقيقه. جلوب سكر لما جت تختار، اختارت النادي الاهلي. اي حد في العالم لما بيجي يتكلم عن مصر في الرياضه يقول لك النادي الاهلي. خدوا بالكم من الكلام. لما تيجي تبص في الفتره الاخيره على مستوى العالمي او الافريقي بعيدا عن المحلي، هتلاقي ايه؟ من دائما اللي بيرفع اسم مصر عاليا؟ كاس عالم لكرة القدم، كاس عالم لكرة السلة، كاس عالم لكرة اليد. مين هو ده، اسمه ايه؟ مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ومين اللي بيروح يلعب في كؤوس العالم دي؟ النادي الاهلي بفرقه. النادي الاهلي اللي انت بتقول ان هو يعني كذا وكذا وكذا، عيب الكلام ده، عيب، وما ينفعش. احنا بقينا اكبر من هذا الكلام، ولكن انا مضطر ان انا كل يومين ثلاثه كده اطلع المضحكات ده او المضحكاتيه دول، اطلع اضحك انا كمان عليهم على الشاشه، علشان في النهايه الكلام اللي بيحصل ده من المفترض انه لا يصح ان تقال مثل هذه الامور. لما تيجي تتكلم اتكلم بالمنطق، بالمنطق والعقل. قول ان النادي الاهلي لم يكن جيدا في
في المعسكر الاخير، انت حر، ده كلام فني. النادي الاهلي لم يستفد من المعسكر، انت حر برضه. قول ما هم بيقولوا هذا الكلام، لكن كل واحد حر في رايه وكل واحد يشوف اللي هو عايزه، ولكن ان انت تقول كلام هو غير صحيح كذاب. مش هقول غير اكتر من ان انت شخص كذاب او اشخاص كذابين، وهتفضلوا تكذبوا تكذبوا كده معرفش لغايه امتى. لكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم وسيله الضحك الجديده، لان احنا في ظروف صعبه جدا، فبالتالي كل الناس عايزه تضحك، فلما بتحب تضحك بتجيب الناس دي عشان تضحك عليها.